بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا. باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير. ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع بصير. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال عز وجل في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الآية. قال أبو بكر: قد كنت أمليت في كتاب الظهار خبر عائشة رضي الله عنها: سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. الآية. وقد أعلمنا ربنا الخالق البارئ أنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله فقير، فكذبهم الله في مقالتهم تلك، فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء، وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير، فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة. وخبرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات، وقالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستوى على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها. وقال عز وجل لكريمه موسى وأخيه ابن أمه هارون: يؤمنهما فرعون حين خاف أن يفرط عليهما أو أن يطغى: إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كريمه موسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنه يرى ما يكون من كل منهم. وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله السميع البصير. وقال في سورة حاميم المؤمن: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. واستقصاء ذكر قوله السميع البصير وسميع واستقصاء ذكر قوله السميع البصير وسميع بصير يطول بذكر جميعه الكتاب. وهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة، ومن صفات الكمال: إنني معكم ما أسمع وأرى. فهو السميع البصير، السمع الكامل والبصر الكامل، لا يشابه خلقه بذلك، بل وله الكمال المطلق في سمعه وبصره وسائر صفاته العظيمة جل وعلا. نعم. الله المستعان. المصنف كأنه يقول أن موسى ليس أخو هارون شقيقا وإنما لأمه، هل هذا صواب؟ الله أعلم. نعم. نعم. وقال عز وجل لكريمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما وسلامه: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأعلم جل وعلا عباده المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكليمه موسى وأخيه، وهذا من الجنس. وقال عز وجل لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما وسلامه: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأعلم جل وعلا عباده المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكليمه موسى وأخيه. وقال عز وجل لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما وسلامه: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأعلم جل وعلا عباده المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكليمه موسى وأخيه، وهذا من الجنس. صواب ما يقال بدل ما يقول، صوابه ما يقال. نعم. فاذهب بآيات إنا معكم مستمعون، ما يقال لكم من فرعون وأصحابه. نعم. وهذا من الجنس الذي أقول: استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق،
قد أمر الله أيضا موسى عليه الصلاة والسلام أن يستمع لما يوحى فقال فاستمع لما يوحى، فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف، لأن استماع الخالق غير استماع المخلوقين. عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه، وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عز وجل. وقال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسوله والمؤمنين، وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين. الله قال أبو بكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أبو بكر وتدبروا أيها العلماء. أبو بكر يعني مؤلف رحمه الله، يعني نفسه، نعم، يعني راوي عنه. نعم. لا إن معكم مستمعون، إن معكم مستمعون. قال أبو بكر وتدبروا أيها العلماء ومقتبس العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد، تعقلوا وتدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم. قال أبو بكر وتدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم طيب بالإضافة حرف النون. نعم. مخاطبة خليل الرحمن أباه فاستمعوا وتدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد، تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أفليس من المحال يا ذوي الحجى أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا، فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة يعني الجهمية والمعتزلة من سلب الصفات قبحهم الله ولعنهم. نعم. عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير، فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر، أو كعابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام الآية. فأعلمنا عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا. باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا، إذ سننه صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله، حاشا لله أن يكون شيء منها أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منه. فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من 40 سنة. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام
فناداني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره ملك. وقد بعث أحسن الله. وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني أمرك وبما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى وحدثنا محمد بن بشار والحسين بن الحسن وغيرهما قال قال بندار حدثنا وقال الحسين وأخبرنا مرحوم العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهذا حديث مرحوم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب. وقال المعتمر في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه فذكر الحديث وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا. خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الذكر والتسبيح. قال أبو بكر فاسمعوا يا ذوي الحجى ما نقول في هذا الباب ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه بتزور الجهمية على علمائنا. تزوير عندي تزور لا لتزوير عندك واو عندك هي ليتزور بالباء بتزور تزوير صلى الله تزوير تزوير كذب يعني تكذب صلى زور كذب عليهم بتزوير الجهمية على علمائنا إنهم مشبهة فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائنا تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه. نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير، لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأرضين السبع ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهم، لا يغيب عن بصره من ذلك شيء، يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرء وبين أبصارهم وما يبعد عنهم، وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال، لأن العرب التي خطبنا بلغتها قد تقول قرية كذا منا قريبة وبلدة كذا قريبة منا ومن بلدنا ومنزل فلان قريب منا، وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ. والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخصا آخر من بني آدم وبينهما فرسخان فأكثر. وكذلك لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أنملة أو أقل منها بقدر ما يغطي ويواري الشيء. وكذلك لا يدرك بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب صفيق أو غيرهما مما يسر الشيء عن عين الناظر، فكيف يكون يا ذوي الحجى مشبها من يصف عين الله بما ذكرنا وأعين بني آدم بما وصفنا. ونزيد شرحا وبيانا نقول عين الله عز وجل قديمة لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء، منفي عنها الهلاك والفناء،
وعيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونة، فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته. وقد قضى الله وقدر أن عيون بني آدم تصير إلى بلا عن قليل، والله نسأل خير ذلك المصير. وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا بهم، ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها بعد نزول المنية بهم، ثم ينشئها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه. فما الذي يشبه يا ذوي الحجاء عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعد. ولست أحسب لو قيل لبصير لا آفة ببصره ولا علة بعينه ولا نقص، بل هو أعين أكحل أسود الحدق شديد بياض العينين أهدب الأشفار. الله أكبر. ولست أحسب لو قيل لبصير لا آفة ببصره ولا علة بعينه ولا نقص، بل هو أعين أكحل أسود الحدق شديد بياض العينين أهدب الأشفار. عينك كعين فلان الذي هو صغير العين أزرق أحمر بياض العينين، قد تناثرت أشفاره وسقطت، أو كان أخفش العينين أزرق أحمر بياض شحمهما يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر عشر ما يرى الأول، لعلة في بصره أو نقص في عينه، إلا غضب من هذا وأنف منه، فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذى. ولست أحسب عاقلا يسمع هذا المشبه عين أحدهما بعيني الآخر إلا وهو يكذب هذا المشبه عين أحدهما بعين الآخر ويرميه بالعته والخبل والجنون، ويقول له لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبه عين أحدهما بعيني الآخر، وإن كانا جميعا يسميان بصيرين إذ ليسا بأعميين، ويقال لكل واحد منهما عينان يبصر بهما، فكيف لو قيل له عينك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب أو غيرها من السباع أو هوام الأرض والبهائم. فتدبروا يا ذوي الألباب أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون من ذكرنا، تعلموا وتستيقنوا أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب ولا يفهم العلم، إذ لم يجز تشبيه إذ لم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين أو لم يجز إذ لم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام، مع أنهم مخلوقون جميعا. وكلها لها عيون يبصرون بها، وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدما، وكلها تصير إلى فناء وبلا، وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها. فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه؟ فلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجز قراءة كتاب الله، ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده، ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب، كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق، إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيضلون ويضلون. والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. رحمه الله رحمه الله. باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. بركة أجاد وأفاد رحمه الله، أجاد وأفاد، كلمات واضحة رحمه الله ورد واضح. سم الله رحمه الله وأكرم مثواه. أحسن الله إليك. امرأة حامل أحدهما توفي وعمر
ايش؟ امرأة حامل بتوأمين، أحدهما توفي وعمره في بطن أمه 3 أشهر، ولكنه سقط من بطن أمه بعد الشهر الرابع ولم يتبين به خلق إنسان، وبقي الآخر في بطن أمه، فهل الدم النازل مع هذه المرأة دم نفاس أم دم فساد؟ إذا كان قد تخلق هو دم نفاس، إذا كان قد بان فيه يد ولا رجل ولا شيء هو دم نفاس، أما إذا كان مجرد دم دعوة 3 أشهر ولكن ما بان شيء لا يد ولا رجل ولا رأس فيعتبر دم فساد. صلي وتصوم توضأ لكل صلاة كالمستحاضة. وجود ما يدل على أنه جنين حتى يصير نفاس من رأس أو يد أو رجل أو نحو إذا إذا مات بعد الخامس وما بعد بعد نفخ الروح فيه يسمى ويعقل.